أحبتي في الله، أعرض لكم النموذج من نماذج الإفك والافتراء الذي للأسف وجئت على رشاكته وعلى ضعفه لعب دورا كبيرا وعجيبا في صفوف الشباب المسلم وفي صفوف العاملين لهذا الدين. شخص مجهول الهوية لا يعرف منه ويقف نفسه أبو بلعان، فوجئنا به فجأة ظهر على منتديات الانترنت، اللي يدخل على الانترنت والمواقع منتديات يعرف الله بالأسم بالتوقيع أبو بنهان. من هو؟ ما أحد يدري. من وراءه؟ لا أحد يعلم. فوجئنا به يمسك الدعاة والعلماء واحدا واحدا ويبدأ بإعداد ملفات لهم، إعداد ملفات وهمية، ملفات تركيب تماما، سفر الحوالي كذا كذا كذا، سلمان العودة كذا كذا كذا، يمسك الدعاة فلان فلان، آخر ما نجرى من بياته أنجل بيان في شخص. طبعا أنا لا أقول هذا لأني يعني لكلامه قيمة أو أنني حسبت حساب، بس لكي أعلمكم، لكي أعلمكم كيف تبنى المناعة والحصانة، وكي أعطيكم درسا عمليا على حقيقة ما أقول، حتى ما تقول الشيخ أبالغ، لا لا أبالغ، هي الحقيقة. نزل بيان يقول فيه ما يقول، يتهمني فيه باتهامات من أول البيان إلى آخره. أولا أنني صنيعة الدولة السورية، صنعتني من أجل أن تجمع فيني الشباب المسلم وتقضي على صحوة المسلمين هنا وهناك، وأنني فلان رباني وفلان أعدني تركي. ثم انتقل إلى أنني في الآونة الأخيرة تبنيت فقط فكر الجهاد والدعوة إليه من أجل أن أستقطب الزخم الجهادي ثم أجهز عليه وأقضي عليه. ثم ترقى الحال، قال ثم ترقى بي الأمر أنه أجرى اتصالات مع الاستخبارات الأمريكية وبدأ يأتي بالشباب المجاهد والمسلم خصوصا الذين يذهبون إلى العراق ويأخذهم ويجمعهم ويسلمهم للأمريكان. احذروا فلان، احذروا يا والتقوى بدأ. طبعا هو الكلام ركيك تافه لا قيمة له، ولكن حينما ترى التجاوب مع هذا الكلام ممن يطلق على أنفسهم منتديات المجاهدين على أساس هؤلاء نخبة الأمة، فتجد أن نخبة الأمة تكفر العاملين في الساحة وتضلل وتأخذ ما تكتبه أقلام عملاء CIA لشل حركة الجهاد وزرع الفتنة بين المجاهدين، وبكل سهولة يهاجم البلد ويهاجم الداعي ويهاجم الدعوة ويهاجم الشباب واو. ثم تجد هذا التجاوب وإن كان بسيطا، لكن هذا يدل. طب ألا يسأل هذا المسلم نفسه الذي قرأ هذا الكلام، ألا يسأل نفسه من هذا؟ من وراءه؟ من صنعه؟ ألم يعلم أن الأمريكان الآن من أبرز مخططاتهم بأنهم بدأوا بالتركيز على الجانب الإعلامي، مراكز أبحاث، مراكز دراسات، فضائيات، إذاعات، جرائد، مجلات، مواقع، انترنت، أن يعدوا كلها. الهدف من كل ذلك أيها الأحبة هو زرع عدم الثقة بين العاملين في ساحات العمل وإسقاط رموز العمل وضرب القيادات وترك الزعامات ومحاولة عدم تجمع الكتل الإسلامية العاملة هنا وهناك من خلال زرع فتيل الفتنة والتشكيك فيما بينها، فيشكك هؤلاء بهؤلاء هؤلاء بهؤلاء حتى يبقى الناس محتارين مضطربين. ألم يخل العقل المسلم بعد إلى أن يكتشف هذه الحقيقة أو هذا السلاح القذر؟ فتستغرب من أمة، من هذا؟ غير معروف، أما من يتكلم فيه؟ الذي يتكلم فيه معروف، معروف بسيرته ومسيرته ودعوته، ومعروف بنتاجه وحركته وآثاره، سواء كان فلان أو فلان أو فلان أو فلان. فكيف يؤخذ كلام نشرة ورويبضة مجهول الهوية، مجهول الاسم، مجهول الخلفية، مجهول الانتماء، مجهول الارتباط في الدعاة والعلماء والعاملين والمجاهدين وما إلى ذلك؟ كيف؟ إذن أي سذاجة وحماقة وغباء وصل إليها هؤلاء وهم يدعون الجهاد أو يدعون أنهم صفوة الأمة ويهاجمون بقية الأمة القاعدة
وهم يخترقون بكل سهولة من إنسان مجهول الهوية لكي يعبث بأفكارهم وقناعاتهم ولكي يشق الصف ويشكك في العاملين والرموز. إذن هكذا أمة أو هكذا جيل لا يفلح أيها الأحبة، لا يمكن أن يكون محلا لنصر الله سبحانه وتعالى. تلك الجماعات التي تنسب نفسها للعمل والجهاد ثم تكفر بالمجان وتبدع بالمجان وتسقط بالمجان بلا توثق بلا تثبت، هكذا هؤلاء لا يمكن أن يصبحوا أهلا لحمل الرسالة، ولا يمكن أن ينظر الله إليهم أبدا، ولا يمكن أن يمدهم أبدا. أي جهاد هذا سيقوم على أكتاف مثل هذه الحالة؟ أي دعوة ستستمر على أكتاف مثل هؤلاء؟ أي آثار سيتركوا هؤلاء الذين يخدعهم شياطين الجن والإنس بأبسط أسلحة الكيد القذر المكشوفة؟ إذن الأمر عجيب، والأمر له أبعاده أيها الأحبة. يجب أن ننتبه إلى كل هذا الذي يجري، وإلا سنقضي على أنفسنا بأنفسنا. وعينها لا تلوم بوش ولا تلوم شارون ولا تلوم أذنابهم ولا تلوم كلابهم، إنما لوموا أنفسكم يا من تدعون الصحوة والصفوة وجبهة التوحيد والإيمان والحريصين على الأمة وإنقاذها والذين تكرهون الكفر والتفريط. لوموا أنفسكم، لأنكم يلعب بكم كما يلعب بحجر الشطرنج على الرقاده، تلعب بكم الأيدي الخفية المكشوفة لكل من يملك ذرة من فطنة المؤمن وذرة من ذكاء واحد. لا تلوموا أحدا إذا استطاعوا أن يجعلوا بأسنا بيننا وأن يضربوا صفنا بعضه ببعض. يريد الحصانة، يريد المناعة، يريد الوعي، يريد إدراك. واعلموا أن هذا الكلام لا يوجه الآن لكم أنتم، أنتم شريحة بسيطة، إنما هذا الكلام يجب أن يسمعه القاصي والداني، ويسمعه كل من يدعي بأنه عامل لهذا الدين أو حريص على هذا الدين أو يحمل هم هذا الدين. وسأسعى وأعمل على أن تصل هذه الصرخة إلى مسامعي كل من يقول أنا شريف وصادق وحر. لذلك أيها الإخوة، علينا أن نراجع حساباتنا، علينا أن ننظر جيدا في حركتنا، علينا أن ننتبه لأحابي لأعدائنا، علينا أن ننتبه للمنتسين في الصفوف، علينا أن ننتبه لتلك الأساليب المكشوفة المعرفة لكن ما زالت تؤتي أكلها في صفوفنا كجبهة موحدة عاملة لهذا الدين مع غربتها وكربتها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق هذه الأمة سدادا ورشادا ووعيا وفطنة وهدى وصوابا. أسأل الله أن يخرجنا من سجون وجودنا إلى فضاءات الشهود الحقيقية القائمة على الكتاب والسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا قوة الإبصار بنور وحي السماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نعي دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح حتى ندرس أساليب المخالفين ونملك الحصانة والمناعة ضدها، فلا تفرق صفا ولا تبعثر جمعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أهلا باعتصامنا وتوحدنا، أهلا لنصرة الله سبحانه وتعالى ولمجيء أمداد السماء ولمجيء رزق الله سبحانه وتعالى من حيث ندري ولا ندري ومن حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. وإن تتقوا الله يجعل لكم مخرجا. أسأل الله لأمتنا عودة إلى الصواب. أسأل الله أن يكشف العملاء. أسأل الله أن يدمر الدخلاء. أسأل الله أن يضرب ضربته القاسمة الناحقة السائقة لكل خائن في صفوفنا وفي صفوف كل عمل حر على وجه الأرض. أسأل الله أن يشل الأكلام المأجورة، أن يشل الأيادي في عتبة هذا الليل. أسأل الله أن يرين فيهم عجائب القدرة. أسأل الله أن يضرب المخدرين ويضرب الأفاكين ويضرب المفترين، لأنهم الجبهة الأولى في طريق عملنا والوصول إلى نحور أعدائنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا يوما أسودا بالخونة والمتآمرين. أسأل الله أن يرينا يوما أسودا مع عجائب القدرة، وقدرته لا حد لها ولا يصدها أحد. أريد إياها في كل جاسوس عميل ودخيل يتواطأ مع عداء الله على عباد الله وعلى جند الله. أسأل الله أن ينتقم انتقامه وأن يعجل به، وأسأل الله أن ينقي صفوفنا وأن يوحد جبهتنا وأن يجمع كلمتنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعلنا تحت راية الرضا إخوانا متحابين متماسكين متساندين متعاونين متعاضدين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. اللهم ارزقنا الثبات حتى المغرب. ربنا نعوذ بك أن نكون من الذين ظلموا أنفسهم فحادوا عن جادة الحق والصواب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا ممن يحمل الرايه
في زمن تهاويها، وإما يحققون الغاية في زمن تناسيها. اللهم خذ بأيدينا كلنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك عونك، نسألك مددك، نسألك إفتك بما عاد لنا السواد. اللهم نشكو إليك غربتنا ونشكو إليك كربتنا، نشكو إليك ظلم الظالمين، نشكو إليك جرم المجرمين، نشكو إليك اعتداء المبتلين، نشكو إليك ظلم المخذلين المرجفين. اللهم إنهم نالوا من أعراضنا، ونالوا من سمعتنا، ونالوا من توحيدنا، ونالوا من دعوتنا وديننا. اللهم إنهم شغلونا بما يجب أن ننشغل به الآن، وآخرون عن نحور أعدائك وأعدائنا. اللهم فنق طريقنا منهم، اللهم فأل فيهم آية من آياتك، لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية، ولا تحقق لهم في صفوف الموحدين غاية، وعجل بخطوتك وضربتك وانتقامك وقهرك يا رب الأرباب يا الله. اللهم إن ضعفاء فقونا، إن فقراء فأغننا، إن جاهلون فعلمنا، إن عاجزون فأقدرنا. رباه 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 رباه، بك نصول وبك نجول، بك نحاول بك نقاتل، نعوذ بك من شرور هؤلاء ونجرأ بك في نحورهم. اللهم تكن خير عون لنا على طريق السداد، وثبتنا حتى الممات. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.